السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم رايح نتكلم على واحد يعني المشكل كبير جدا واللي يتعلق طبعا بالتغذية، اللي هو لوبيزيتي. لوبيزيتي اللي هو بكل بساطة السمنة، السمنة لوبيزيتي السمنة، واللي راه يعاني منها يعني خاصة الأطفال في هذا الوقت اللي يعني الحالي ما عايشين فيه، الأطفال راهم يعانوا منه كثيرا. دونك راح نشوفوا لوبيزيتي، راح أولا اون فا ديفينيغ باسكو راكم في لو تيكست اكسبليكاتيف، تشرحوا أولا تعطوا تعريف لوبيزيتي ومن بعد تعطوا تشرحوا ما هي يعني أسباب هذه السمنة ومن بعد تعطوا الحلول. دونك هذا هو لو تيكست اكسبليكاتيف اللي راح نديروه مع بعض. دونك لوبيزيتي، لوبيزيتي او لو سيغ بوا، دونك نسموه لوبيزيتي ولا لو سيغ بوا، يعني السمنه او زياده الوزن. اي لاكوميلاسيون انورمال، هو تراكم الغير عادي او اكسيسيف يعني او حاد دو غريس، شحوم، كي بريزونت ان ريسك بور لا سانتي، واللي تشكل يعني خطر على الصحة. دونك هذه هي لا ديفينيسيون. نعاودو، لوبيزيتي، لوبيزيتي او لو سوربوا اي لاكوميلاسيون انورمال، قلت لكم هي تراكم الغير عادي ولا الحاد للشحوم، كي بريزونت ان ريسك بور لا سانتي، اللي تشكل خطر على الصحة. دونك لاليمونتاسيون التغذية est la première cause de l'obésité. هادي واحد المشتركة اللي طلبت لي قالت لي من فضلك ديري لي لوبيزيتي، وراني دايرتها وانا نديرها باش يعم يعني الفائدة تعم الجميع. دونك لاليمونتاسيون est la première cause de l'obésité، اول يعني سبب نتاع هذه السمنة هو التغذية غير صحية، ها لا مالبوف. lorsque nous mangeons gras يعني دهني بزاف، سالي الملح بزاف وفي السكريات بزاف، اون غراند كانتيتي يعني بكميات كبيره، اي سون ريسبكتي لي زور دو روبا، بدون ما نحترموا اوقات الاكل. هذا يسموه لو غرينيوتاج، يعني غير نتمشوا نغرينيوتو، واحد غير يتمشى وياكل، هذاك ماهوش مليح، هذاك هو يعني الخطر الاكبر للصحه. اي اوسي سون بوجي يعني لو سبور، ما نتحركوا وناكلوا السكر وناكلوا الملح وناكلوا الدهنيات، ها ونغرينيوتو، سي تو تافي نورمال، بو اونتريني اون بريز دو بوا، تقدر تدي الى زياده في الوزن. سي بون. الوغ بور ايفيتي سو فليو ولا سو بروبليم، باش نتفاداو هذا المشكل كاس كيل فو فيغ، il faut الوغ il faut manger plus de légumes et fruits، لازم ناكلو الخضر والفواكه على الاقل خمس خضر وفواكه مع بعض في اليوم. ايفيتي لي سوكري اي لي زاليمون غرا، نتفاداو على الاقل نقصوا منهم قدر المستطاع من السكريات ودول المواد ولا الاغذيه الدهنيه. ليميتي لي فروماج، لي فروماج تاني باسكو فيهم نون سولمون فيهم البروتينات الحيوانيه وفيهم الملح وفيهم، دونك يفو ليميتي يعني حدوا الاكل تاع الاجبان. سورتو اي سورتو وخاصة براتيكي اون اكتيفيتي فيزيك كوم لا مارش، خاصة المشي. ما عندكش وين تروح دير سبور، ما عندكش الوسائل، عندك لا مارش اللي هي ربي عطاها لك باطل برجليك، اتمشى اخرجي ولا خرج بعد الاكل ولا في يوميا دير نصف ساعة للمشي. انا نتكلم خاصة على يعني الابناء اللي هم صغار، نتوما راكم عاد صغار، حاولوا باش ديروا يعني اون اكتيفيتي نشاط رياضي. انسي وهكذا نو بوغون ايبارني نوتر كور دو بلوزيور مالادي، وبهذه يعني بهذه التعليمات نقدروا نبعدوا على الجسم تاعنا عده امراض مزمنه تلك لو ديابيت ليبرتونسيون اي اوتر، يعني كاين بزاف تاع القلب ايتترا. دونك نعاود نقراها لكم بتاني حاولوا. دونك لوبيزيتي، لوبيزيتي لو سوربوا اي لا او لو سوربوا
est l'accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. L'alimentation est la première cause de l'obésité. Lorsque nous mangeons gras, salé, sucré, en grande quantité et sans respecter les heures de repas, le grignotage, et aussi sans bouger, sport, peut entraîner une prise de poids. La prise de poids, alors, pour éviter ce fléau, bien ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger plus de légumes et fruits. Éviter les sucreries et les aliments gras. السكريات كان فيهم سكر وليزانيمون غرا اللي فيهم دهنيات. ليميتي تحدوا الاجبان اكل الاجبان لي فروماج اي سورتو سورتو براتيكي اون اكتيفيتي فيزيك ها دونك نشاط عضلي كوم لا مارش المشي اسهل وبطل يعني بلا دراهم هو لا مارش انسي نو بورون ايبارني نوتر كور دو بلوزيور مالادي كرونيك نقدروا نبعدوا لو كور تاعنا على عده امراض مزمنه تلك لو ديابيت ليبرتونسيون اي اوتر تلك لي مالادي كاردياك يعني تاع القلب. دونك ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه الوضعيه الادماجيه على لوبيزيتي وربي يوفقكم ودائما ان شاء الله رانا نزيدكم وضعيات اخرى. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.